الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير فقط شريحتين لكنه مليئتان بالمعلومات. نقدم مثال على تعظيم الربح للمنشأة التنافسية، Profit Maximization for a Perfectly Competitive Firm. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن البيانات الآتية تمثل قائمة حسابات منشأة تنافسية ما، مهما كانت المنشأة التنافسية. طبعا معروفة شروط المنشأة التنافسية أو هيكل التنافس التام، عدد كبير من البائعين، عدد كبير من المشترين، وأن السعر هو أقل سعر ممكن. فعندي هنا الآن الكميات المنتجة والمباعة من قبل المنشأة التنافسية، وهنا سعر بيع السلعة. لاحظوا لي طبعا الكمية تبدأ من 0 1 2 3 وتنتهي ب 14 في هذا المثال. السعر ثابت 8 8 8 8 إلى الأخير. هنا ما يسمى بالتوتال كوست أو التكاليف الكلية، الكلفة الكلية توتال كوست تبدأ من 10. لاحظوا لي مقابل الكمية 0 كانت الكمية الكلفة الكلية 10، ما يعني بأن المنشأة تتحمل ما يسمى بالفيكست كوست أو الكلفة الثابتة، ثم ترتفع من 10 إلى 47 48 49 وهكذا إلى أن ننتهي 160. هذه الكلفة الكلية. الإيراد الحدي، ما عفوا الإيراد الكلي، بعتذر، الإيراد الكلي هو توتال ريفينيو يساوي حاصل ضرب السعر، هذا السعر هنا في الكمية، هذه الكمية. إذا ضربنا الآن السعر 8 8 8 في الكل بالكميات هاي ينتج لدينا هذه اللي طبعا لاحظوا لي 8 في 0 يساوي 0، 8 في 1 يساوي 8، 8 في 2 يساوي 16، 8 في 3 يساوي 24 وهكذا حتى ننتهي 112 اللي هي 8 في 14 يساوي 112. هاي الآن معلومات مهمة جدا لدينا. الآن لاحظوا لي مقابل الكمية 7 التكاليف الكلية تساوت مع الإيرادات الكلية، معنى ذلك بأنه لا ربح ولا خسارة هنا. كذلك الأمر مقابل الكمية 12 التكاليف الكلية 96 تساوت مع الإيرادات الكلية 96. يمكن لنا الآن طبعا هنا التوتال ريفينيو إيكول توتال كوست كما ذكرت، وهنا الآن التوتال ريفينيو يساوي توتال كوست، أي الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، وهنا الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، معنى ذلك أنه لا ربح ولا خسارة مقابل الكمية 7 ومقابل الكمية 12. بيانيا هذا الكلام كيف نترجم ذلك؟ هنا على المحور الأفقي كيو من 0 إلى 14 كما ذكرنا، وعلى المحور العمودي توتال ريفينيو اللي هي الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية. الخط المستقيم هذا الأصفر الغامق يمثل توتال ريفينيو أو الإيرادات الكلية، لأنها يعني يمكن الإيرادات الكلية لاحظوا لي 0 8 16، فالفرق بين كل وحدة ووحدة ثمن، يعني كل ما زادت كمية الإنتاج بوحدة واحدة زادت الإيرادات الكلية بمقدار 8 اللي هو السعر. فهون توتال ريفينيو يزداد باضطراد 8 8 8. أما التكاليف الكلية هذه 10 47 48 وهكذا إلى أن 160. لاحظوا لي تبدأ بعشرة ترتفع إلى هنا ثم تثبت ثم بعد ذلك ترتفع قليلا وتأخذ بالتسارع. لدينا معلومات زخمة هنا مكثفة في هذا الرسم البياني أو هذا التمثيل البياني. أول شيء هذه منطقة خسارة، أي كمية تقل عن 7، إذا قامت المنشأة بإنتاج كمية تقل عن 7 فإنها تحقق خسائر بالصافي. وهنا الآن أي كمية أعلى من 12 في هذه الحالة فكذلك الأمر المنشأة تحقق خسائر. هنا الآن إذا أنتجت 7 بالضبط، 7 وحدات فقط، فإنها لا تحقق ربحا ولا تحقق خسارة، لا ربح ولا خسارة. كذلك الأمر إذا أنتجت 12 وحدة فإنها لا تحقق ربحا ولا تحقق خسارة. أين الربح الآن؟ يكمن الربح في هذه المنطقة بين أعلى إيرادات ممكنة وأقل كلفة ممكنة، ممكنة اللهم. الآن كيف نعوض؟ طبعا أذكر هنا ملاحظة مهمة جدا بأن المنشأة عادة لا تسعى إلى تحقيق الربح فحسب، إنما تسعى إلى تعظيم الأرباح.
كيف يمكن لنا أن نحقق أرباح؟ بالبحث عن أعلى فرق هنا. هنا الفرق قليل قليل، يرتفع الفرق يرتفع، سنصل إلى نقطة ما بحيث يكون الفرق أعظم ما يمكن بيناتهم. هنا هذا طبعا منطقة الربح كما ذكر. هذا الآن الخط المتقطع يجب أن يوازي طبعا الذي يمس الخط الأزرق اللي هو يعني هذا الخط المتوقع المتقطع عفوا، يمس منحنى التوتال كوست أو التكاليف الكلية عند نقطة ما، يجب أن يكون موازيا لهذا اللي هو الخط الأصفر اللي بيمثل التوتال ريفينيو أو الإيرادات الكلية، وبالتالي بيكون البعد أعظم ما يمكن. دعنا الآن ننتقل للشريحة الثانية والتي تبين كيف يمكن لنا أن نعظم الأرباح بإذن الله. الآن تعظيم الأرباح، هذه الكمية ثاني مرة، الكميات 0 1 2 3 إلى أن تنتهي 14، عندي التكاليف الكلية التوتال كوست هنا من 10 إلى 160، وعندي الإيرادات الكلية توتال ريفينيو تساوي السعر في الكمية من 0 إلى 8 إلى 16 إلى أن ننتهي 112. الآن نعرف ما يسمى بالمارجينال كوست أو الكلفة الحدية. الكلفة الحدية تعريفها بكل بساطة زيادة التكاليف، إذا يعني مقدار الزيادة في التكاليف إذا زادت كمية الإنتاج بوحدة واحدة. لاحظون الآن عندما زادت كمية الإنتاج من 0 إلى 1 زادت التكاليف من 10 إلى 47، وبالتالي الوحدة الأولى من الإنتاج أدت إلى زيادة التكاليف الكلية بمقدار 37، ما يسمى الزيادة الإضافة الحدية. عندما ارتفعت الكمية من 1 إلى 2 ارتفعت التكاليف بمقدار بس وحدة واحدة، عندما ارتفعت من 3 إلى من 2 إلى 3 ارتفعت بوحدة واحدة. ونلاحظ الآن بأن التكاليف الحدية كانت مرتفعة، انخفضت استقرت عند واحد، ثم أخذت بعد ذلك بعد الوحدة السادسة، يعني خلينا نقول بعد الوحدة الخامسة اللي هي الوحدة السادسة وما بعد، أخذت بالارتفاع التدريجي إلى انتهت بأنها تساوي 40 مقابل الكمية 14. بمعنى آخر عندما انتقلنا من كمية إنتاج من 13 إلى 14 زادت التكاليف الآن من بمقدار من التكاليف كل زيادة عليها، كانت زيادة 24 أصبحت زيادة على الكل 40. بمعنى آخر الفرق بين هذه وهذه، هذه وهذه بعطيني ما يسمى بالتكاليف الحدية. الآن الإيراد الحدي هو الفرق الآن عندما ترتفع كمية الإنتاج بوحدة واحدة بكم ترتفع الإيرادات الكلية. لاحظوا لي هنا عندما زادت كمية الإنتاج من 0 إلى 1 زادت الإيرادات الكلية من 0 إلى 8، وبالتالي حققنا 8. عندما ارتفعت الكمية الإنتاج من 1 إلى 2 ارتفعت من 8 إلى 16، وبالتالي الفرق بيناتهم 8. ثم من 3 من 2 إلى 3 ارتفعت بمقدار 8، وهكذا هاي الزيادة على الإيرادات. الشرط الذي يحقق أعظم ربح ممكن هو عندما تتساوى الإيرادات الحدية مع التكاليف الحدية. هنا الآن لاحظوا لي هي النقطة الوحيدة التي تتساوى فيها الإيرادات الحدية المارجن ريفينيو مع التكاليف الحدية المارجن كوست، مقابل ماذا؟ مقابل الكمية 11. إذن الكمية 11 هي التي تجعل الإيرادات الحدية تساوي التكاليف الحدية. لاحظوا هنا اللي هو مارجن كوست، وبالتالي كذلك الأمر هنا المفاجأة الجميلة بأن الأرباح بتكون سالبة مقابل الكميات، بتكون سالبة حتى نصل إلى 7. الآن عندما تنتج المنشأة 7 وحدات فإنها لا تحقق ربحا ولا تحقق خسارة، وإذا أنتجت 12 وحدة هنا فإنها لا تحقق ربحا ولا تحقق خسارة. أين الربح الآن؟ بعد الوحدة السابعة وأقل من الوحدة الثانية عشر. متى؟ مقابل الآن أو أين؟ مقابل كمية 11 نحقق أعظم ربح ممكن وهو 15. لاحظوا لي سالب 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 0 موجب 5 موجب 10 موجب 14 موجب 15 ثم إيش الخفض إلى 0 سالب 16 سالب 48. هذا الحكي يعني من ترجمه على شكل رسم بياني، هنا طبعا مقابل 15، فعلى المحور الأفقي الكميات المباعة المنتج المباعة، وهنا الأسعار والمارجن ريفينيو والمارجن كوست وما شابه. فعندي هنا المارجن ريفينيو يساوي مارجن كوست. هنا الآن هاي المارجنال كوست
تقاطع عند هذه النقطة، هذه نقطة تقاطع، بالتالي بتقول نقطة تقاطع أي أنها يجب علينا أن نذهب إلى المحور الأفقي ونحدد الكمية الواجب إنتاجها وهي كيو ستار. عندي هنا هذا نسيت أن أضع له رمز، لكن هذا هو الأفريج توتال كوست أو متوسط تكاليف الكلية. بتقاطع عند هذه النقطة وبالتالي تحدد الآن قديش كيو ستار بالكم بتكلفني بالمتوسط هنا، فالفرق بين هذا السعر وهذا وهذا الكلفة هي الربح هذه المنطقة التي تربح. دعنا نضع كل ذلك دفعة واحدة بصورة واحدة، هذه الصورة السعر هو 8 اللي هو price equal margin revenue equal average revenue وهو demand curve أو منحنى الطلب للمنشأة. هذا المارجنال كوست كما ذكرت لكم المارجنال كوست بكون مرتفع ثم يأخذ بالانخفاض ثم يأخذ يرتفع بعد ذلك، هذا هو المارجنال كوست. بتقاطع المارجنال كوست الأحمر هذا مع المارجنال فاليو عند هذه النقطة المقابل ل 11، هذه 11 هذه أوكي. بالمتوسط هذا الأفريج توتال كوست بالمتوسط بكلفنا كل وحدة من ال 11 بتكلفنا 6.63، لكن كل وحدة من هذه الوحدات بنبيعها بثمانية، فالفرق بين ثمانية وستة فاصلة ستة ثلاثة ضرب الكمية بعطينا الربح الأعظم وهو 15، هذا هو الربح الأعظم. بنكون بذلك قد انتهينا من هذا المقطع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.